حان الآن موعد تشويه اليونيفيل. بعد أن انتهت حملة استهداف الأونروا بحظر المؤسسة الأممية، بدأت تل أبيب من وراء الستار وعبر أذرعها الإلكترونية حملتها الجديدة. تشويه اليونيفيل بدأ من الباب الأيرلندي. استخبارات دبلن كشفت عن روبوتات إسرائيلية تتحكم في حسابات على مواقع التواصل، تنشر وتؤسس لفكرة أن القوات الأيرلندية متعاطفة مع حزب الله وفشلت عمداً في نزع سلاح الحزب. ألا يذكرك هذا الحديث بشيء؟ هو ذاته حينما زعموا أن موظفي الأونروا يعملون لصالح حماس. لم تتوقف الحملة عند حد الاتهامات، فبدأت فوراً دعوات العنف عبر التشجيع على شن هجمات مباشرة على قوات حفظ السلام الأيرلندية وأيضاً الشعب الأيرلندي، والتهمة جاهزة، معاداة السامية. جبهة أممية أخرى تطالها يد التشويه الإسرائيلية، والهدف هو استنفار الرأي العام للضغط على الحكومات فتسحب قواتها من اليونيفيل لتخلو الأرض اللبنانية لحكومة نتنياهو تنهب منها كيف تشاء.